كل شخص من كبار المواطنين عندنا ترى هو كنز كبير جدا في بيوتنا. ساعة المباركة اللي نشوفكم فيها اليوم ونلتقي مع بركة البلاد وبركة الدار. العيد شوفتكم الله يحفظكم. شيخنا محمد نور عيوننا. يقولكم تفسير تربو زين وانظر علم نوري وفك الياسين. صديت ويلا دان في البر 4 ألوف الشلة نزيد.